وسهلا على كل حبايبي اللي في قناة عالم منوعات، نوريني دايما، واتمنى يكون الجميع دايما بألف صحة وخير، ويكون يوم جديد سعيد على الجميع ان شاء الله بإذن الله. ريت اتمنى يا رب كده من كل حبايبي. يا ريت قبل ما نبدأ المقطع ده متنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب، ويلا بينا حبايب قلبي نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب واحمد سعد يتدخل. تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر خلاف بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، وبلغ الأمر بينهما إلى التراشق بالألفاظ والمطالبة بالانفصال، كما تدخل الفنان أحمد سعد للصلح بينهم. وكانت انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع صدام عنيف وقع بين الزوجان في فيلا حسام حبيب بمدينة الرحاب شرقي القاهرة، وبلغ الأمر بينهما إلى حد التراشق بالألفاظ. وطلبت شيرين عبد الوهاب الانفصال من حسام حبيب، إلى أن المطرب أحمد سعد تدخل بسرعة للصلح بينهم بسبب علاقة الصداقة القوية التي تربطهم به منذ الدراسة في معهد الموسيقى. وكمان حسام حبيب كتب على صفحته بتويتر، أو على يعني الصفحة بتاعته على تويتر، وقال في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. بعد انتشار الخبر خرج حسام حبيب عن صمته ونفى الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، ونشر الآية الكريمة اللي بتقول في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. فيما كتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر: قريت أخبار، أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. كما تدخل محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب لنفي الخبر وكتب عبر تويتر: حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص، شيرين في بيتها مع زوجها وأولادها. أما النجم أحمد سعد الذي جاء اسمه في الخبر المتداول كوسيط للصلح بين الزوجين، فنشر صورة تجمعه بحسام حبيب وشيرين عبد الوهاب عبر حسابه على موقع الفيسبوك، وأرفقها بتعليق: أصحابي وحبايبي. يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، واستمر الزواج لمدة 5 سنوات، وأثمر عنه ابنتين هما مريم وهناء، وتزوجت من حسام حبيب في إبريل 2018. طبعا حبايبي دي كان كل القصة، وده كان كل اللي حصل يعني. بس طبعا شيرين عبد الوهاب طلعت نفت الخبر هي وحسام حبيب، بس طبعا كان في اخبار. اصلا شيرين كانت متصدره تويتر امبارح تقريبا، اول امبارح اخبار يعني طلعت قالت ان شيرين وزوجها حسام حبيب طبعا وصل بينهم حد الشجار بالايدي يعني، وكمان تراشقوا بالالفاظ زي ما انا لسه قايله كده. وكمان شيرين عبد الوهاب كانت مصره ومصممه على الطلاق، بس طبعا الفنان احمد سعد راح بسرعه عشان يلحق الموقف. شيرين عبد الوهاب هي اللي اتصلت بيه يعني، قالت له تعالى احنا عندنا مشكلة كبيرة وكده بينها وبين زوجها حسام حبيب. بس طبعا احمد سعد قدر ان هو يصلح بين الزوجين والحمد لله خير يعني. وبعدها على طول بعد الحادثة او بعد المشكلة اللي حصلت ديت، حسام حبيب غادر خالص مدينة الرحاب يعني، ساب مدينة الرحاب في الوقت دوت عشان طبعا كانت المشكلة كبيرة جدا. شوفكوا على خير يا رب.